بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا حمد بن طيرش الوهيبي، نتواصل ونجدد نجدد اللقاء من جديد من هنا من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي عبر هذه الانطلاقات التي تأتي. انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى. شوط ثاني عشر خصص للجعدان وجائزة الشوط سيارة بالانتظار للفائز بالمركز الأول. نذهب مباشرة إلى مسار هذا الشوط وإلى انطلاقة لكي نتعرف على الصدارة. هنا من يعلن حضوره يا أبو حياب برزان، علي بن محمد بن علي بن محمد العجمي من يقدم لنا برزان مع البداية الأولى. المركز الثاني يليه مباشرة الراقي محمد بن علي بن محمد آل صافيه المري من يقدم لنا راقي وهو محتل مع المركز الثاني. ثالث المراكز وصول وقدوم مشاهدينا الكرام من اللي هو غزيلان، تعود الملكية لحمد بن محمد بن علي المري. انتقل مباشرة الى المركز الرابع الواصل منذر خليفة بن عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي. خامس المراكز وصول وانطلاق مشاهدي الكرام من الصداوي لحمد بن مانع بن دواس بن مسفر آل عامر. هكذا النتيجة، هكذا النداء، هكذا المسار، هكذا الانطلاق. هنا مشاهدينا الكرام الشوط ينطلق والجائزة سيارة. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. من يسيطر مع البداية ويعلن هذا الحضور مع مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول، يتقدم الجميع بهذا الانطلاق مشاهدي الكرام على الصدارة الأولى وعلى البداية. برزان ما زال يبرز ويحضر بكل قوة مع مقدمة الشوط، علي بن محمد بن علي بن محمد العجمي من يقدم لنا هذا الاسم وهذا الشعار. هو من بارز على الصدارة، هو من انطلق بكل قوة مع المركز الأول. المركز الثاني راقي يا راقي، تعود الملكية لمحمد بن علي بن محمد آل صافيه المري مع المركز الثاني ويقدم لنا راقي. المركز الثالث وصول جديد هنا وقدوم مشاهدينا الكرام من مشكور مبارك بن سالمين بن مبارك العامري من يقدم لنا هذا الاسم. الوصول والانطلاق في هذه اللحظات، وصل مشاهدينا الكرام وتقدم الصداوي، ولكن من الجانب الآخر هنا ينطلق من يحمل رقم ثلاثة الصداوي حمد بن مانع بن دواس بن مسفر آل عامر من يقدم لنا الصداوي. المركز الخامس القادم في هذه اللحظات وينطلق مشاهدينا الكرام بكل قوة مع المركز الخامس، يغير من مركز إلى مركز من الجانب الآخر. يا سلام، ياتينه منذر خليفة بن عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي. يا سلام، هكذا النداء، هكذا المسار، وما زالت البداية مع برزان. هو من يبرز مع مقدمة الشوط، هو من يعلن هذا الحضور. المسار الأول، الانطلاق الأول، علي بن محمد بن علي بن محمد العجمي مع مقدمة الشوط، ولكن غير اللي بيغير، انطلق اللي بينطلق. يا سلام، مع الكيل الأخير راقي راقي وموقعه راقي. يا سلام، السيارة بالانتظار، الناموس الزعفران بالانتظار يا راقي. هو مع مقدمة الشوط غادر الجميع، انطلق الى الناموس، انطلق الى الفوز، الى السيارة. هذا الفوز طعمه غير. يا سلام، مع البداية الاولى راقي محمد بن علي بن محمد آل صافيه المري 700 متر اخيرة، والقادم احلى وصول وقدوم مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات مع المركز الثاني. وصل مشاهدينا الكرام شعار غصاب بن مصبح، يتقدم الجميع وينطلق، ولكن اللي هو بوظفيرة بالفعل وصل من صيبان عبيد بن سالم بوظفيرة العامري اول اذاعه على صيبان. ولكن وين البدايه؟ وين راقي؟ وين هناك مع المقدمه غادر الجميع، انطلق الى الناموس، الى السياره، الى الفوز، الى الانتصار. مشكور من يقدمه محمد بن علي بن محمد آل صافيه المري. غادر الجميع، انطلق الى الفوز بكل قوه، بكل انفراد، بكل اقتدار. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن محمد آل صافيه المري، واسعد الله مساك يا ابو علي على هذا الفوز والانتصار، والسلامات تتجه.
إلى الأحمدية، إلى أهالي المملكة العربية السعودية بالفعل، سلام الأحمدية، سلام، سلام المملكة، سلام على الفوز والانتصار. من قدموا لنا راقي المركز الثاني 30 وصل شاهين حميد بن محمد بن سعيد بن ناصر الدرعي المركز الثالث، كان من نصيب مشاهدي الكرام ثالث المراكز طريف محمد بن حمد بن جار الله المري المركز الرابع، حتى رابع المراكز مصدع محمد بن سعيد بالخلص العامري، خامس المراكز حتى اللي هو النصيبان عبيد بن سالم بن عبيد بضفيرة العامري. هكذا النتيجة مشاهدي الكرام، نذهب مباشرة مع التوقيت الزمني وأثناء وصول راقي إلى المركز الأول محمد بن علي بن محمد آل صافي المري، قطع المسافة زمن وقدره. تهانينا والناموس لمالك راقي محمد بن علي بن محمد آل صافي المري، قطع المسافة في زمن وقدره. خمس دقائق 50 ثانية جزئين من الثاني، تهانينا والناموس لمالك راقي محمد بن علي بن محمد آل صافي المري المركز الثاني. من وصل لمشاهدين الكرام شاهين الحميد بن محمد بن سعيد بن ناصر الدرعي، قطع المسافة زمن وقدر 5 دقائق 55 ثانية وجزء من 3 أجزاء من الثانية، تهانينا أول ناموس. المركز الثالث كان من نصيبه مشاهدين الكرام طريف محمد بن حمد بن جار الله المري، قطع المسافة في زمن وقدر 5 دقائق بالفعل 56 ثانية و7 من الأجزاء، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.